افرح دلوقتي وعيش شجع قلبي بما يكون ناسي عجم يا ريت تحكي لنا عن تجربتك الثانية بعمل أغنية للمونديال. مش أول مرة بغني أغنية لكأس العالم لكوكا كولا، سبق وغنيت، بس هالمرة كانت سبيسيال لأنه كانت ديو بتجمعني بالشاب خالد وغنية كتير حلوة، توزيع حسن الشافعي وكتير عمل فيها شغل حلو. صورنا الكليب بالبرازيل، كان يعني كنت أنا والشاب خالد ومع مجموعة هيك من الدانسرز، وفكرة كتير يعني بتحكي عن المونديال، كتير جديدة وكتير حلوة، غنية كتير لحديت هلا كتير عم بسمع أصداء حلوة فيها لأنه حافظينها كتير ناس، وبعدها أنجأ عم تنزل، فأنا كتير مبسوطة. نانسي، ما هي مراحل صنع الأغنية في ألبوم نانسي عجرم؟ أكتر شيء يلي هو أول شيء بتهمني الكلمة والموضوع، يعني ما بحب غني أغنية ما عندها موضوع، ما بتحكي عن قصة، ما بعرف قصة اجتماعية، قصة عاطفية، بحب المواضيع كتير، بس قليل ما بسمع كلام أول شيء، يعني عادة بسمع الأغنية ملحنة، يعني بسمع الكلام واللحن سوا، الملحن بيسمعني إياها أوقات، يعني نادرا ما بسمع كلام وأنا باخده عند ملحن وبقول له، يعني صايرة معي بس مش كتير. يعني كل الأغاني تقريبا الهيتس أو يلي مختارتهم أنا بالسيدي أنا سمعتهم من الملحن، لأنه بحب تكون لحن بيكمل الموضوع وبيكمل الكلمة. وأكيد التوزيع اللي صار هلأ بعصرنا صار عنده أهمية كتير كبيرة. كمان بحب يعني أوقات برجع بعيد التوزيع مرة واثنين وثلاثة إذا ما حبيته من أول مرة. وأنا بشتغل كتير على الأغاني اللي هن يعني اللي أنا بقدر أعطيهم كاركتير أنا وعم غنيهم، إن كان بالدراما أو بالرومانس أو بالشعبي أو بالإيقاع. بتعملي تعديل احيانا نانسي على الكلمات والالحان في اغنيه معينه بتسمعيها؟ طبعاً. اكيد اكيد، يعني اكيد في تاتش تبعي، اكيد في كلام اوقات بسمعهم بسمعها بتبقى حلوه بس ما بتلبق لي، ما فيني انا اقولها، فيعني بطلب هيك بتمنى من الشاعر انه يستبدل لي اياهم بكلمات شوي بيلبقوا لي اكثر. نعم، وباللحن؟ باللحن لا، قليل قليل. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك، حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة. كيف ناس عجم تقدر تنسق بين السفر والحفلات في الخارج والعائلة في بيروت؟ هلا هي صعبة منا هينة، بس الحمد لله انه في الماما بتساعدني، في جوزي بيساعدني اذا ما سافر معي، بنات بالبيت كمان بيساعدوني، يعني هيك الحياة هيك، يعني ما فيني اقعد بالبيت، بالنهاية انا ماني احسن من امرأة موظفة مثلا بتروح من على بكره بترجع عشية. اوقات انا ما عندي تصوير وما عندي سفر ما عندي شغل، بقعد بالبيت مع الاولاد كل النهار، يعني ما فيني ما اشتغل، حتى لو انا كنت مش بالفن ما بحب اقعد بالبيت، بدي اشتغل، وكمان بدي اعود اولادي انه هيك يكونوا، بعدين الولد مثل ما بتعودوا بيتعود، مامي وبابي بيشتغلوا، انتوا بكره بس تكبروا ما فيكم لحتى تقدروا يعني تامنوا حياه حلوه ومستقبل، ما فيكم ما تشتغلوا، يعني خلاص، يعني الحياه ما بقى نحن عم نتقدم، ما بقى يعني المرأة العصريه بنقدر نقول المرأة العصريه مش بس اللي بتقعد بالبيت، يعني اكيد اذا قدرت توفق بين اولادها وشغلها ليش لا. حبيبي نيتي صافية وانت هتجي هنا بالعافية، تهرب وتروح فين مني ده. انت من الفنانين اللي بيقولوا مثلا انه لازم اليوم خلص انا ناجحة لازم اوقف، ولا بتستمري لحد ما تحسي انه خلص في شيء حد معين it's the end لازم توقفي؟ انا بوقف لما احس انه انا عم بجبر الناس يحبوني، بوقف اكيد.
بس انه بعد بكير كتير لانه يعني اسم الله محبة الناس هي اللي عم تخليني استمر. نرجع للألبوم والأغاني والستوديو والتسجيلات. أي أغنية لنانسي عجم توقعت إنه ما تنجح ونجحت والعكس؟ ولا شيء. ما بختار أغنية بس بالسيدي، بختار كل الأغنية على أساس إنه هي بدها تكون الهيت. ولا مرة يعني ما بستلشق بشغلي. أنا بنزل ألبوم كل 3 سنين مش كل سنة. بشتغل كتير على مهلي خاصة بالأغاني وبتنقية الأغاني. بعيد كتير، برجع فوت على استوديو كتير، بوزع كذا مرة. فهلأ بهيدا السدي يمكن عندي 10 كليبات. فيك تحكي لنا عن ابتعاد راغب علامة عن أرب أيدول؟ بدك تسأله لإله. أنا من الأول ما دخلت بهالموضوع. أنا راغب صديق وبيبقى صديق، مثل ما أحلام كمان صديقة وبتبقى صديقة، ووائل كمان هلأ صديق. هلأ أنا بدك تسألني، أنا أكيد بقدر ما زعلت إنه راغب فل وإنه تركنا، بقدر ما انبسطت إنه وائل كمان فات، لأنه اثنيناتهم أصدقاء. ويعني أنا ما في شيء يمكن يعني بخليني يكون بين أحلام وراغب إلا الكرسي، محلي كان مساقب بيناتهم. بس أنا ولا مرة بحياتي دخلت بيناتهم بأي شيء. يمكن كمان إذا بدك تسألني تفاصيل بقولك عن جد ما بعرف. كيف علاقتك مع رجل التحكيم؟ نحن عائلة وحدة، عن جد نحن عائلة وحدة. عطول بنرجع لزيت القرار، بنتفق كتير، بنحكي كتير. بعدين يعني تواجدنا هيك بورشة عمل، هيك مثل ما بقولوا انه صرنا قريبين لبعضنا اكتر. في عنا ذكريات كتير، يعني ضحكنا كتير، بكينا كتير، زعلنا كتير، بسطنا كتير، يعني ما في انسيون. يعني هيدا اكسبيريانس بحياتي ما بنسيها ابدا. ناس لما بتغني بالبلاد الغرب، ما نقول مثل باريس اليوم، بتحضري شيء معين للجمهور العرب في المهجر؟ لا، ما هني بحبوا اغنياتي. يعني هني ليه جايين يحضروني؟ لانه بيعرفوني من ورا الكليبات، من ورا السيدياتي واغنياتي وعلى شخصي، يعني لنانسي عجرم. فهن شو بحبوا فيي؟ بحبوني، بحبوا انا شو بغني وانا شو يعني شو قدمت لهم. نعم. فبدي اجي اغني لهم اياه لايف. شكرا كتير نانسي. شكرا لك ليس. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.